اهلا بيكم. النهارده هنعمل فراخ بانيه. استنوني، هنمشي خطوه خطوه، واحده واحده. خليكي جاهزه، هاتي بقى صدر الفراخ وتعالي نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دي صدور فراخ. بصوا، انا طبعا مقطعاها زي كده شرايح رفيعه. انت ممكن تقطعيها ولو طلعت معاك تخينه ممكن تجيب الهون او اي حاجة كده تحطيهم في كيس نايلون وتدقي عليها لغاية ما تبقى بالسم كده عشان تستوي وتبقى حلوة. تاني حاجة، انا طبعا دي غسلها بصراحة ونقعها في محلول ملح اللي هو ملح بمية وسايبها نص ساعة بس. هنجيب ليمون وهنعصر عليها عشان يطلع اي ريحة زفارة فيها وتبقى حلوة. طبعا على حسب الكمية، لو الكمية بتاعتي الكبيرة، انا عندي طبعا صدرين فرخة كبار فهحط ليمونة كاملة عليهم، ولو عندك خل ممكن تحطي معلقتين خل على حسب رغبتك طبعا. وهنجيب البصل، عايزة بقى يعني تفرميه وتعمليه ناعم ناعم جدا وتحطيه معاها عشان احنا دي طبعا دي التتبيله براحتك. عايزه تصفي البصل بعد ما تبشريه وتجيبي الميه بتاعه البصل برضو براحتك اللي انت عايزاه. احنا دلوقتي هنفرم البصل وهرجع لك تاني. ورجعت لكم تاني يا بنويت. ورجعت لكم تاني بعد الخطوه الاخيره اللي احنا عملناها، ان احنا قلنا هنقطع البصل. بصي انا طلع معايا البصل كده، فانتي عايزه تعمليه انا اعمل كده يا ريت، عشان انا بصراحه بعد ما اجي احطه في البيض والبقسماط هشيل البصل خالص. انا بس عايزه ريحه، عايزه ريحه البصل. انتي ممكن تحطي بودر بصل وبودر توم براحتك، بس انا مش بحب احط التوم عشان ما يبقاش طعم السمك. انا عندي بصراحه تتبيله بتاعه فراخ جايباها، وعندي اللي باقي الحاجات اللي هقولك عليها بعد شوية. هنجيب شوية من تتبيلة الفراخ حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا هحط قد معلقة كبيرة، وهنحط شوية لبن. انت ممكن تحطي علبة زبادي، زبادي السادة. انا هحط شوية لبن عشان ما عنديش زبادي دلوقتي، وهسيبهم عشان اللبن ده هيطريلي الفراخ مش هتبقى ناشفة. هنحط ملح فلفل، شوية ملح فلفل حسب الكمية اللي انت حطاها، وبراحتك عايزة تحطي حبة زعتر اي طعم انت حباه، انا مش بحب احط كتير بصراحة. وهنسيبهم ونخلط الخليط ده كله وهنسيبهم ساعة ساعتين براحتك، عايزه تسيبيها اليوم كله براحتك برضو. انا هسيبها دلوقتي ساعتين في التلاجة وهرجع لكم ونشوف هنعمل ايه. Thank you.
You're eaten by the snakes. Throw him in the water. Just put him down. If you said snakes, just forget your jaw in the floor. They were donkey.